مساء الخير، مرحبا بكم إلى نشرة الحصاد. أهلا بكم إلى هذه النشرة، نبدأها بالعناوين. تركيا ترسل كتيبة من الكوماندوز إلى سوريا، فهل اقتربت العملية التركية المحتملة أم معادلة جديدة تنتظر الشمال السوري؟ في العراق المحكمة الاتحادية تؤجل دعوى حل البرلمان، والتيار الصدري يقاطع الحوار الوطني. غشية اللقاء الثلاثي بين أردوغان وزيلينسكي وغوتيريش، 4 سفن محملة بالحبوب تغادر موانئ أوكرانيا. وفي خبر اليوم، يدرك السعادة ويريحك حين تحزن، الصين تكشف عن أول روبوت يكتشف المشاعر البشرية. بالبلال لا تعلى علينا، حكم عبد والدولة علينا. يمين يقول لمي الحزينة لا تبكي علينا، ترى نتبع بر الخلا والنار. وفي صورة سورية، معمرة سورية تجاوزت 100 عام تعيش في مخيمات سلقين وتتحدث لأورينت عن معاناتها. أهلا بكم. قالت مصادر محلية إن تعزيزات عسكرية تركية جديدة دخلت باتجاه الشمال السوري من معبر جرابلس الحدودي، وسط انتشار مقطع مصور لتوجه كتيبة من الكوماندوز التركي إلى الشمال السوري. سلام دوش ديكات سا بات كثف الجيش التركي قصفه على مواقع ميليشيات أسد وقصد بتل رفعت وما حولها، إضافة إلى منطقة عين الغرب كوباني شمال حلب، وسط أنباء عن خسائر بشرية للميليشيات. عبر الهاتف ينضم إلينا دكتور يوسف كاتب أوغلو، الأكاديمي والمحلل السياسي من إسطنبول. أهلا بك دكتور يوسف. هل اقتربت العملية العسكرية التركية أمام ما نراه من تصعيد في 24 ساعة الأخيرة؟ مساء الخير، تحياتي لكم والسادة المشاهدين. بداية، هذه عملية نوعية وهي ليست العملية العسكرية المزمع إقامتها، وإنما عبارة عن عملية محدودة كانت بناء على رد على هجوم استهدف الأمن القومي التركي وسقط شهيدان داخل الأراضي التركية. والعملية بدأت منذ منتصف الأمس لتقصي والرد بالمثل واستخدام حق الرد ضد قوات الواي تي جي التي هي كانت مسؤولة عن قصف داخل الأراضي التركية. وكانت هنالك العملية استهدفت مراكز ضمن منطقة ضبع السلام وفي قريب من تل رفعت وأيضا الشرقي من درع الفرات. الملفت دكتور يوسف في هذه العملية المحدودة كما أسميتها بأنها استهدفت أيضا مواقع لميليشيا أسد قرب تل رفعت، هل هذا تصعيد تركي جديد؟ يا سيدتي، هنالك من يدعي أنها ميليشيا تتبع لأسد، ولكن نعلم جيدا بأن هذه المناطق تحت سيطرة الواي تي جي والتي واي دي، ومن أجل التمويه هم يرفعون على النظام ويلبسون زي المؤسسة العسكرية التابعة للنظام،
وهذا لن يثني تركيا على أن ترد بالمثل، سواء كان تابعا للنظام أم غير تابع للنظام. عندما يكون هنالك استهداف للأمن القومي التركي وقصف إلى داخل أرض تركيا ويسقط شهداء، سيتم الرد بالمثل بغض النظر من هو المسبب. نعم دكتور يوسف، ولكن يعني بحسب مصادر إعلامية تتبع لميليشيا أسد تحدثت عن ما يقارب 20 قتيل تتبع لها. هذه الأخبار إحنا سئمناها دائما، هنالك تضخيم لما يتم الحديث عنه. العملية كانت نوعية والمستهدفين كانت هي أماكن محددة تم ضبطها من خلال الاستخبارات التركية، وهي لمواقع الواي جي، وتم تحديد الأهداف بدقة ولم تكن عشوائية. وبالتالي إذا ما وجد من يتبع لميليشيات نظام أسد مع قسد، هذا يؤكد أنهم متواطئون في. ولكن سابقا كما تعلم دكتور يوسف، يعني كان هنالك إعلام من قبل ميليشيا أسد بأنها ستقوم بالتعاون مع ميليشيا قسد وفي بعض المناطق، وكانت قد نشرت قوات لها في تلك المناطق، تحديدا نتحدث عما يحيط تل رفعت. هل العمليات القادمة إذا ما استهدفت الأراضي التركية سيتم استهداف ميليشيا أسد بذات الطريقة؟ بكل تأكيد تركيا لا تريد أن يكون هنالك استهداف للنظام حاليا. الهدف الرئيسي هو المنظمات الإرهابية الانفصالية وعلى رأسها قسد، والتي تعتبر بالنسبة لتركيا هي عبارة عن مجموعات إرهابية. أما تعاون النظام مع قسد فهو يعني عجب العجاب، كيف يتم التعاون وكلا الطرفين يخون كل منهم الآخر أو يحمل المسؤولية للآخر. بالنسبة لتركيا، من يتعامل مع منظمة إرهابية سيكون هو تركيا، لن تكون مسؤولة عن النتائج. تركيا معنية بحماية أمنها القومي، والنظام نظام أسد معني بفرض سيطرته وحماية الحدود المشتركة من أي تهديدات من ميليشيات مسلحة. قصد كانت بي واي دي واي بي جي داعش، وعندما هو يتعاون مع هؤلاء فهذه هي الطامة الكبرى. تركيا هي سترد بالمثل على كل اعتداء على أراضيها. دكتور يوسف، بالتزامن مع هذه العملية المحدودة كما أسميتها، اليوم تركيا ترسل كتيبة من الكوماندوس القوات الخاصة إلى الأراضي السورية، ما هي المهمة المنوطة بهذه الكتيبة مستقبلا؟ هذه ليست أول مرة يتم إرسال قوات خاصة، وهنالك دائما فرق استطلاعية وفرق تحري وفرق خاصة استخباراتية وعمليات خاصة لجلب المطلوبين من المنظمة الإرهابية التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK وذراعيها في سوريا PYD والYPG. وتركيا نجحت في تحييد الكثير من هؤلاء. هذه القوات الخاصة هي معنية باستهداف رؤوس أو المطلوبين على القائمة على القوائم الإرهابية لدى تركيا ضمن عمليات استخباراتية محددة المعالم، وبالتالي سيكون لها تأثير على تطهير المنطقة من هؤلاء الذين يعتبر تهديدا للأمن القومي التركي وأيضا تهديدا للأمن القومي في داخل سوريا. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور يوسف كاتب أوغلو الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا من اسطنبول عبر الهاتف. قتلت ميليشيا أسد الناشط الإعلامي أحمد تيسير العيسى تحت التعذيب في سجونها. وينحدر العيسى من بلدة الجيزة شرق درعا، اعتقلته الميليشيات قبل 3 أعوام. ناشطون قالوا إن أهله أبلغوا بوفاته في سجن صيدنايا دون أن يتمكنوا من استلام جثمانه. ويعد أحمد العيسى من أبرز النشطاء في المحافظة وأحد المؤسسين لشبكة تجمع أحرار حوران المحلية. في العراق، أجلت المحكمة الاتحادية موعد البت في دعوى حل البرلمان إلى 30 من الشهر الجاري. جاء ذلك خلال اجتماع الحوار الوطني الذي دعا إليه مصطفى الكاظمي، والذي انتهى من دون أي نتائج وسط غياب تيار الصدر بجميع شخصياته. في سياق متصل، أعلن الصدر أمس تأجيل تظاهرة حاشدة في بغداد حتى إشعار آخر، متهما الإطار التنسيقي الذي يضم ميليشيات تابعة لإيران بالعمل على خلق الفوضى في البلاد. ورغم مرور 10 أشهر على الانتخابات التشريعية في العراق، فإن مسار العملية السياسية لا يزال معقدا في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة جديدة.
معنا مباشرة عبر الهاتف من اسطنبول الدكتور عمر عبد الساتر أو ستار، المحلل السياسي والبرلماني العراقي السابق. دكتور عمر، مرحبا بك معنا. عشرة أشهر في ظل العجز، عجز الفرقاء السياسيين في العراق عن تشكيل حكومة، أمام هذه التطورات الأخيرة والمبادرات التي حملتها أطراف أخرى من بينهم الغامري، ما الحجر، حجر العثرة التي تقف حاليا أمام تشكيل حكومة أو على أقل تقدير تسمية رئيس لهذه الحكومة؟ حياكم الله. هو الحقيقة يعني احنا نقول من تشرين وسقوط حكومة عادل عبد المهدي إلى الانتخابات المبكرة اللي صار في 10/10 إلى 10 أشهر لحد الآن، الذي يعير الانتقال إلى حكومة بنتائج الانتخابات هم وكلاء إيران. نظام وكلاء إيران انتهى. نحن نشهد اليوم أنه هذا النظام يشيع إلى مثواه الأخير، لكن الوكلاء متشبثون بالسلطة، متشبثون بالأموال، متشبثون أن يجعلوا من العراق منصة لإيران كما فعلت بعد انسحاب الأمريكان بال2011. هذا هو الإشكال الوحيد، أو هذا هو ربما يكون الانسداد الأكبر الذي يواجهنا. والانتخابات فاز بها من فاز وخسر فيها من خسر. لماذا لم تترك الفائز يمارس سلطته أو يمارس دوره وفق العملية السياسية؟ هذا الإشكال الكبير الحقيقة، هذا لا يمكن أن يكون له حل دون أن يخرج الصدر، دون أن ينتصر الصدر، دون أن يتجاوز الصدر كل هذه الأمور. اليوم اجتمعوا بالخضراء. أنا في قناعتي أنه لا خضراء بعد اليوم. اليوم اجتمعت القيادات السياسية التي سقطت. أنا في نظري أن هؤلاء خسروا الانتخابات. أنا في نظري اليوم أن الخضراء هي في الحنانة، وأن الذي يقود العملية السياسية اليوم من خارجها هو مقتدى الصدر الحقيقة. ومقتدى الصدر لم يكن حاضرا، لكن يبدو أن هذا اللقاء الذي تم اليوم هو لقاء من أجل أن يستمر الكاظمي إلى أشعار آخر أيضا. هل تتوقع أن تسير الأمور باتجاه حل البرلمان وانتخابات جديدة دكتور عمر؟ يعني أخ أحمد، لا يعني بدون أن يعني هذا البرلمان اليوم معطل. عطلوا يعني هو من منعوا الحكومة الأغلبية من أن تتشكل بعد 9/1 اللي انتخبوا به رئيس البرلمان، جعلوا فيه ما يسمونه هم ثلث معطل من خلال المحكمة اللاجستورية عندنا في العراق، سموها محكمة الاتحادية، على أساس راح تقعد مرة ثانية يوم 30 بالشهر، أجلت الموعد اليوم، تقعد للنظر في موضوع حل البرلمان، أنه من صلاحياتها حل البرلمان لأن هذا البرلمان معطل. طيب هذا البرلمان معطل، لا إحنا يجب أن نخرج من هذا البرلمان ونذهب إلى انتخابات مبكرة دون المرور بحكومة يريدها الإطار، يريد أن يكلف محمد الشيع أو غير محمد الشيع. لا يوجد نص دستوري الآن على أنه لا بد أن تتشكل حكومة من أجل أن نذهب إلى حل البرلمان ثم انتخابات مبكرة. لا يوجد نص دستوري تشكل حكومة. طيب دكتور عمر، عفوا على المقاطعة، ولكن ألا ترى أن خيار حل البرلمان والذهاب من جديد إلى انتخابات هو كمن يسير في دائرة مفرغة؟ لأنه بالأساس الكتلة الأكبر صاحبة الأصوات الأكبر هي كتلة الصدر وحلفائه، هي من فازت في الانتخابات الماضية. يعني في أحسن الحالات إن عاود الناخب الذي يقف بوجه الميليشيات والأحزاب التابعة لإيران وأعطى صوته لمن يريد مثلا الأمن للعراق والاستقلال للعراق، سنعود إلى النقطة التي انطلقنا منها من جديد. أخ أحمد، إحنا طالعين أولا، خلينا نرتبها بالتسلسل. أول شيء ماكو هذا البرلمان، يعني ونعتقد أن الآن الاتفاق على الخروج منه ضروري، لأن بس وكلاء إيران ما يرضون، رغم أنهم ما كانوا راضين بهاي الانتخابات بالنتائج مالتها، كانوا يقولون الإمارات زورتها. الآن هم يريدون يبقى البرلمان لأن هم يريدون يبقوا بالسلطة. إحنا نقول الآن نخرج من البرلمان، واحد، ما يشكلون الحكومة جماعة الإطار، اثنين، ثلاثة، هاي المحكمة الاتحادية التي ظلت تتناغم مع هذه السلطة وتنقلب عليها كلما كان هناك فرصة للخروج منها من 2010 إلى اليوم، أيضا نخرج من عندها، لأنه إحنا عايشين في وضع لا دستوري، في وضع خارج نطاق الدستور الذي صوت عليه في 2005 بشهر العاشر.
فبالتالي نخرج خارج الحكومه، خارج البرلمان، خارج هذا القضاء، نخرج الى عمليه سياسيه اخرى. تكون انتخابات مبكره، اوكي ما مشكله تكون انتخابات مبكره، بس لا ندخل هاي الانتخابات المبكره ونفس هاي الوكلاء يشاركون. هاي نقطه مهمه كلش استاذ احمد. اليوم الذي يجري في المنطقه عموما، ايران ترتجف من الذهاب الى 88 مره اخرى بموافقتها وعدم موافقتها على موضوع العوده للاتفاق النووي. ولذلك اي واحد مرتبط بايران اليوم في المنطقه، مو فقط بالعراق، باليمن، في غزه، في سوريا، في لبنان، يتعرض الى تكسير حساب، تكسر حسابه. وكانك تقول لي انه كل ملفات المنطقه اليوم المعقده المجمده مردها الى غدم الوصول النظام في إيران إلى تفاهم مع الغرب، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي. نعم تماما. الآن إيران لو تقارن بين قرار مجلس الأمن 5/9/1987 وهذا القرار مال 2015 العودة له والموافقة على ذاك القرار، خامنئي يسير على نفس طريق خميني في أن يشرب كأس السم. لذلك إيران اليوم الحقيقة ما عندها قدرة على الدفاع عن وكلاءها. طبعا هذه نظرة، اكو نظرة اخرى معاكسة تقول لا عندها قدرة وربما تسوي ترتكب حماقة. خوش ماكو مشكلة، خل ترتكب حماقة، بس انا اعتقد اليوم الصدر يملك القدرة، يدور هو حول النجف، الكاظمي يدور حول الصدر، بل خارف مع الصدر، الصدر معه القرار 2576 لمجلس الامن الذي يدعو الى تعديل الدستور. فالصدر عنده قدرة وعنده تحالف ثلاثي لا زال موجودا بالمناسبة، عنده قدرة على تجاوز وكلاء إيران، لكن مع بقاء الحرس الثوري ضمن قوائم الإرهاب، أنا أعتقد وكلاء إيران في العراق في الفترة القادمة وقبل الدخول بانتخابات القادمة يجب أن يتعرضوا لما تعرضت له حركة الجهاد الإسلامي في غزة. أشكرك جزيل الشكر على المشاركة الدكتور عمر عبد الستار المحلل السياسي والبرلماني العراقي السابق، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. أعلنت إسرائيل إعادة التمثيل الدبلوماسي بشكل كامل مع تركيا وسط ترحيب حكومي إسرائيلي كبير. كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد إعادة السفراء والقناصل العاملين إلى البلدين، معتبرا الأمر في غاية الأهمية للاستقرار الإقليمي. لبيد أوضح أن إعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل أتت نتيجة لما توصل إليه خلال زيارته إلى أنقرة وحديثه مع الرئيس التركي وحصد ثمار التطورات الإيجابية بين البلدين. من جانبه أشاد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ بعودة العلاقات، معتبرا إياها تطورا مهما سيعزز العلاقات والصداقة بين شعبي البلدين. يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مدينة ليفيف الأوكرانية يوم غد تلبية لدعوة نظيره فلاديمير زيلينسكي وبحث مشكلة شحن الحبوب الأوكرانية إلى العالم. وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أنه سيتم استعراض العلاقات التركية الأوكرانية التي بلغت مستوى الشراكة الاستراتيجية. ولفتت إلى أنه من المقرر إجراء لقاء ثلاثي يضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسين أردوغان وزيلينسكي. في السياق قالت وزارة الدفاع التركية إن 4 سفن غادرت ميناء أي تشورونومورسك وأوديسا في إطار اتفاق تصدير الحبوب الذي تم بوساطة الأمم المتحدة. أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات بجدر القرود بنسبة 20% خلال أسبوع فقط. وأوضحت أنها سجلت أكثر من 35 إصابة جديدة في 92 دولة حول العالم. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه المنظمة حالة الطوارئ بسبب تفشي الجائحة حول العالم وخاصة في أوروبا. أزاحت شركة شاومي الصينية النقاب عن أول روبوت بشري
يدرك السعادة ويكتشف المشاعر البشرية. الروبوت بقيمة 104,000 دولار ويطلق عليه اسم كايبر ون، ويتمتع بأذرع وأرجل تسمح له بالمشي تماما مثل الإنسان الحقيقي. أحمد، يبلغ ارتفاعه 177 سنتيمترا ويزن 52 كيلوغراما. يمكنه التعرف على 85 صوتا بيئيا مختلفا و45 شعورا بشريا. الرئيس التنفيذي لمجموعة شاومي لي جون قال إن الروبوت يحقق سرعة استجابة تصل إلى أجزاء من الثانية ويحاكي الحركات البشرية بالكامل. السيدة عائشة شخوط أم محمد هي معمرة سورية تقول إنها تبلغ من العمر 115 عاما وعايشت 6 حروب، لكن حرب العيش والبقاء في المخيمات أصعب تلك الحروب، فالسيدة تحتاج لأدوية شهرية وهي دون معيل حتى باتت تشتهي الموت والرحيل من قسوة الحياة. جبل بلال لا تعلى علينا، حكم عبد والدولة علينا. يمين يقول لمي الحزينة لا تبكي علينا، ترى نتبع بر الخلا والنار. موت ميتة، لا لي ولد، لا لي أخ، لا لي أب، لا لي عم، لا لي جد، ما لي غير الله. حنوا علي الخلق باكل، ما حنوا علي ما عندي، هذا اليتام عنده 5 ويتيمة أرملة قتل جوزها. عمري أسبوع لمن ربتني، هي بتصير 6 أم أمي، أنا أمي متوفية، ربتني هي لحتى تجوزت. لا يعني فضل كثير علي، هي أحسن من الأم وأكثر من الأم دارتنا، وعايشين هون بهالمخيم ما في شيء يعني. هي مريضة بتاخذ دواء، بدها بالشهر شيء 300 ليرة، 250 300 ليرة دواء، بدها أكل، أكلها محترف. بساعد حالي وهم بساعدوني عجياتها صغار بسخرهم، بمسح البيت لحالي، بغسل لحالي، بجروا على الببورك وهك بطبخ لحالي، بيشتروا لي خويا ونجيبي لي باذنجانات بندوره، جيبي لي خيارات. او انا عندي عيله 5 اولاد، اولادي يتامى، بشتغل انا بالفاعل حتى اعيشهم، يوميتي 25 ليره تركي. يعني بنجيب خبز، بنجيب اكل حسب يعني عايزينه، دواء او شيء. يعني ما عم تساوي شيء هال25. لما يكونوا فاضيين بمسحوا لي البيت، المغربيات وش حطوني لبرا هناك بحطوني، هذا شغلي. وين بدي اروح؟ مالي حدا يا خيي، جنس هالمخيم مالي بقرايب، لا عم ولا خال ولا جد ولا ولد، ما بعيد ولدي ولا بعيد على اعمامي ولا بعيد على اهلي خالص. ولا ضلت شي يومين 3 ما نعرف عنها شي، بهالضياع من ضيعة لضيعة، بعدين لا وصلت أولاد الحلال يعني جابوها ووصلت لعنا ولليوم هذا صار لها 7 سنين. نشيح بهالخيمة، نشيح، طلعوا لي العقارب، طلعوا لي حيايا، طلعوا لي دود. أريد الموت، أريد الموت، ما لي حدا يكون دفاني حلالي ولا دفاني غريبي، ما لي حدا، ما عندي لو كان طفل يقرب لي ما عندي. والله بتمنى المساعدات من أهل الخير، مثلاً هي حق دواها، أكلها، مصروفها، خيمة، يعني قعدتنا كثير سيئة، ما هي كويسة. يعني أنا عندي أولاد يتامى ما لهم حدا، لا في مساعدات، لا في كفالات، لا في شيء نهائياً يعني. هيا من الحمام الطيب ما عن دموعي، من مسيل الدمع ما عن، على يا زريف الطول ما عن، على بالك زمان المضى. خلا يا ولي والله لولا براي ما كنت عنيت، دلولي حي الولف عنيت، تلقاني البشير وقمت عنيت، تذكر ليال الماضية. you
العمر المديد طبعا للسيدة العجوز هذه، وأوضاع إنسانية أفضل، وبالتأكيد نتمنى لها دائما السلامة ولكل من يعاني في هذه الخيام. النشرة انتهت، نشرة الحصاد، شكرا على طيب المتابعة مشاهدينا. المزيد دائما على الموقع الإلكتروني orient-news وأيضا على منصات orient على وسائل التواصل الاجتماعي. بأمان الله، إلى اللقاء.